يهدف المشروع إلى تخفيف العبء الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا من خلال توزيع 5000 حصة غذائية على مراكز مدن قرقوش وكرمليس وبرطلة على كافة من للأشخاص من كافة القومية من كافة الخلفيات الدينية والقومية، وكذلك منشورات توعية صحية حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد. شمل المشروع كافة الوحدات السكنية في برطلة وكذلك بالنسبة لكرمليس. أما بالنسبة لقرقوش فسيشمل المشروع العوائل التي تعتمد على الدخل اليومي والعوائل المتعففة والعوائل التي لديها حالات مرضية يثقل علاج هذه الحالات من كاهلها. بسبب أزمة كورونا فيروس التي أصابت العالم وبسبب الوضع الاقتصادي للعوائل العائدة إلى سهل نينوى، قامت وكالة التنمية الأمريكية USAID بالتعاون مع منظمة إغاثة نينوى ضمن برنامج التعافي بتوزيع حصة مواد غذائية للعوائل الساكنة في كرمليس. طبعاً التوزيع يشمل كل الساكنين من دون استثناء، البلدة مسيحية وتضم بعض العوائل الشبكية أيضاً شملت بهذه الحصة وحسب احتياجاتها الإنسانية ليس لها حدود. وأيضاً نحن ندعم ونبارك هذه الخطوات من منظمة إغاثة نينوى ونشكر وكالة التنمية الأمريكية لهذا الدعم، ونحن نعلم جيداً بعمق الأزمة التي تصيب العالم في كل الاتجاهات وفي كل المستويات، ولكن مع هذا لم تتوقف الوكالة عن دعم المناطق المتضررة والمنكوبة والعائدة في استعادة عافيتها وعودتها إلى الحياة الطبيعية بعد تحريرها من داعش.